للقاء سعيد المعلقي مفوض امين سر اتحاد كشاف لبنان ومفوض عام الكشاف العربي. حاب اول شيء ابارك لكم بالمكتب كشاف يلا في بيروت اللي انتم لكم جزء كبير في اطلاق هذا المكتب. حابب بس اسال شو الرساله والتعاون، مدى التعاون مع مكتب كشاف يلا ومع موقع كشاف يلا اللي انتم حابين توصلوا للكشفيه العربيه؟ طبعا احنا شاكرينكم. لبنان دائما الحمد لله سباق. الحركة الكشفية العربية انطلقت من لبنان من خلال جمعية كشاف المسلم وعمت كل الوطن العربي، ونحن بجمعية كشاف العربي وبرعاية كريمة من دولة الرئيس نجيب ميقاتي وطبعا بدعم مطلق من القائدة الأولى للكشاف العربي السيدة مي ميقاتي، أطلقنا أيضا أطلقت مبادرة نادي الكشاف العربي الدولي، واللي انطلق من بيت العرب من جامعة الدول العربية لكل الوطن العربي. نعود إلى بيروت بهذا المكان أيضا بتقدمة ومكرمة من دولة الرئيس، كان هذا المكان موجود بتصرف الكشاف العربي. طالما الكشاف العربي والكشاف أقول لكل كشاف، ونحن نؤمن برسالة الإعلام للإنارة على العمل الكشفي، فوضعنا بتصرف ملتقى كشافة يلا هذا المكان يكون موجودين، لأنه نحن ككشاف عربي من ضمن استراتيجيتنا اللي بدأنا بها بالعام 2010 هي مواكبة تطور الإعلام، وبالذات أنه نحن شاركنا بالسكر دبلومة للإعلام اللي أقيمت في المنظمة الكشفية العربية بعدة مراحل، واليوم من لبنان في تقريبا 22 شخص خريجين هذه الدبلومة، 11 شخص من الكشاف العربي. المراسل الإعلامي الصغير أول لقاء حصل في القاهرة أيضا، نحن كان بعثة الكشاف العربي هي المشاركة، وفي العام الثاني برعاية السيدة مي ميقاتي أقيم الملتقى الثاني للمراسل الإعلامي الصغير بمشاركة 12 دولة عربية، أقيم في منشأة العزم والسعادة بسير الضنية. هذا دليل أنه نحن مواكبين لموضوع أنشطة العربية، ونحن منقول مبروك لكشافة يلا، وبدنا إياها تعم لكل الجمعيات الكشفية وليس فقط الكشاف العربي. بيروت دائما هي منارة الشرق، بيروت منارة الإعلام، بيروت منارة الحضارة، وهذا المكان هو بتصرف جميع الجمعيات الكشفية مع الأخوة الأعزاء وكالة كشافة يلا، وبالذات برعاية كريمة من الدكتور عاطف عبد المجيد اليوم عم نفتتح هذا المكان، وبحضور مميز للرئيس الفخري للكشافة يلا الصديق العزيز القائد اللي نحن كلبنانيين وكعرب من كله كل المحبة والتقدير، أمين عام الكشافة الكويتية القائد إبراهيم سكين كندري. فأهلا وسهلا فيكم جميعا، وتعتبروا هذا المكان مكانكم في خدمة كل الكشافين ما فقط بلبنان بل بالعالم العربي. شكرا جزيلا لكم.